أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية، نقدمها لكم من قناة الأيام. يواجه العالم بشكل عام أزمة في تأمين الحبوب والقمح ومشتقاته، وذلك بسبب الحرب القائمة في أوكرانيا، وهذا الموضوع سوف نناقشه في حلقة هذا اليوم من كل الحكاية. أهلا بكم. المكسيك تواجه ضغوط هجرة من الشمال والجنوب، مما يزيد من معاناة المهاجرين على حدودها مع الولايات المتحدة. مسؤولون مكسيكيون يسارعون بنقل آلاف المهاجرين من جنوب المكسيك إلى مناطق أخرى، بينما تستعد الولايات الحدودية الشمالية لاستقبال طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من الولايات المتحدة. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنها ستعيد العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين، وهي سياسة ترجع لعهد ترامب. تتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك لحين البت في أمرهم، بينما قالت الملاجئ الواقعة على طول الحدود الشمالية إن ذلك قد يفوق قدرتها الاستيعابية. ومنذ بدء البرنامج عام 2019 أعيد عشرات الآلاف من المهاجرين إلى المدن المكسيكية الحدودية، حيث مكث الكثير منهم شهورا وسنوات في مخيمات مؤقتة وملاجئ، وذلك دون الحصول على فرص وظائف أو تعليم خلال انتظارهم لجلسات الاستماع. عشرات الحافلات اتجهت إلى مدينة تاباتشولا الحدودية في جنوب المكسيك، مليئة بمهاجرين بدون وثائق من أمريكا الوسطى وكوبا وفنزويلا وهايتي، فارين من بلدانهم بسبب العنف والفقر على أمل الحصول على طلب لجوء وعيش كريم في الولايات المتحدة. ارتفعت بشكل ملحوظ أسعار الحبوب والقمح والزيوت منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مع صعوبة في تأمين هذه المواد، وتطور الواقع الميداني إلى قطع مسارات تصدير القمح والحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. أدى هذا الأمر إلى أزمة عالمية وأثرت على مختلف الدول حول العالم بنسب متفاوتة. ومع الجهود الأممية لحل هذه الأزمة، تزامنت تصريحات أمريكية قرأها البعض محاولة للاستفادة من الوضع الراهن في تحشيد اصطفافات دولية ضد موسكو، التي بدورها ترفض هذه الاتهامات وتعلن عن مواصلة تنسيقها مع الأمم المتحدة بهدف إيجاد حلول للوضع الراهن. أزمة الحبوب والقمح وكيف انعكست على المجتمع الدولي هي ما سوف نتناوله في حلقة اليوم مع ضيفينا في برنامج كل الحكاية، السيد إيفان كاتشانوفسكي من ولاية أوتاوا في كندا، الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، وكذلك جون تيرمان مدير مركز الدراسات الدولية في جامعة ماساتشوست في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكما ضيفينا، وأبدأ معكم سيد إيفان كاتشانوفسكي، وسؤالي لكم هو هل سوف يتم إيجاد حل برأيك لأزمة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، أم أن الضغوط سوف تستمر، أم أن هناك لنفترض نية روسية من أجل مواصلة إيجاد الضغط على الدول الغربية بشكل خاص وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تنظر إلى الحالة؟ أعتقد أن هذه سياسة روسية بدأت بالأساس في التجديد ضد أوكرانيا، وتفكر في نهائيات هذه الحرب وتبرير هذه السياسة تجاه أوكرانيا خلال هذه الحرب. أعتقد أن روسيا تريد تغيير إقليمي جديد في أوكرانيا، تغيير الحكومة الأوكرانية من موالية للغرب إلى حكومة روسية التي ستحل محل الدولة ككل، وستضم أجزاء من أوكرانيا في الجنوب والشرق. بالطبع تستخدم ضغوطا مختلفة بما في ذلك الضغط الاقتصادي، لأن أوكرانيا غالبا ما تعتمد على روسيا في الموارد المختلفة وخاصة الطاقة، وتستخدم روسيا أيضا السيطرة على البحر الأسود،
وزيارة السيطرة على البحر الأسود لتصدير السلع الأوكرانية الرئيسية مثل وترك القطن إلى دول أخرى وخاصة في الدول النامية. في هذه الحالة هذا جزء من السياسة الروسية، لكن في الآونة الأخيرة تم توقيع اتفاقية ويستا في سامبو، حيث وافقت روسيا وأوكرانيا على إعادة فتح مرافقة الموانئ الأوكرانية بالقرب من أوديسا لشركات أخرى. لذلك في هذه الحالة اكتسبت أوديسا القدرة على التغيير فعليا قبل وصولهم وبعده. نعم، أنتقل لكم سيد جون تيرمان من ولاية ماساتشوست، وسؤالي لكم هو يعني بالنظر إلى الأحداث القائمة، هناك تصريحات أمريكية عن إقامة وإنشاء صوامع لتخزين الحبوب والقمح على الحدود الغربية لأوكرانيا. هناك من قرأ هذه التصريحات على أنها نوايا أمريكية للسيطرة على موضوع توزيع الحبوب التي تصدرها أوكرانيا، وأن يكون لها الدور الأول في تأمين ما تحتاجه هي واشنطن والدول الغربية على حساب بقية الدول التي تعتمد بشكل كبير على القمح ومشتقاته المستوردة من أوكرانيا. هل تتفق مع هذه القراءة، وكيف تعلق على هذا الموضوع سيد تيرمان؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد الإجابة على السؤال العاجل مرة أخرى، كيف يستجيبون لحالة الطوارئ وعلى أي نطاق؟ هل هي مهيمنة من جانب الولايات المتحدة، خاصة الآن بعد أن أصبحت حقا ضخمة، مشكلة ضخمة خاصة في العالم النامي، ارتفاع الأسعار في العالم المتقدم؟ لكن هذا ليس نفس النوع من القلق، كثير من الناس في خطر الآن. لقد ذكرت ما يقارب من 1 مليار شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والجمع بين كل هذه العوامل المختلفة، و50 مليون شخص في حالة طوارئ قريبة من المجاعة، ومرة أخرى بشكل رئيسي في الأجزاء الإفريقية من آسيا، والجفاف يضع عبئا كبيرا على العائلات في جميع أنحاء العالم. العالم يدخل تأثر 2.3 مليار شخص بالجفاف، و160 مليون طفل يتعرضون للجفاف لفترات طويلة، وهذه هي الظروف التي سبقت الحرب في أوكرانيا في معظم الحالات. لذلك علينا نفكر في طرق مختلفة لمعالجة المصادر المختلفة لانعدام الأمن الغذائي، وهي قليلة ومتباعدة. نعم سيد إيفان كاتشانوفسكي، أعود إليكم مرة أخرى. يعني موضوع نقص الحبوب والقمح حول العالم، هناك دراسات وتقارير تقول بأنه سوف ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الأفريقية، لا سيما الدول التي تواجه بالأصل مشكلات في تأمين المواد الغذائية والمجاعات بشكل أو بآخر. برأيك المجتمع الدولي، ما هي الخطط التي ينبغي عليه أن يكون مستعد لتطبيقها للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات التي قد تستمر بسبب طول أمد الحرب في أوكرانيا، وبالتالي سوف يكون الأثر السلبي بشكل أكبر على الواقع في الدول الأفريقية بالتحديد؟ في هذه الحالة تكون الشركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بإفريقيا. أعتقد أنني أستطيع أن أقول عن الشرق الأوسط، لأنه كانت هناك علاقة بين تركيا وإيران، حيث اتفقا حقا على المساعدة في مثل هذا الاتفاق. في هذه الحالة لعبت تركيا دورا ناشطا للغاية، ولا أعتقد أن هناك دول أخرى تقنية لديها القدرة على الاختزال بين روسيا وأوكرانيا.
ولكن كان هناك على سبيل المثال من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول أخرى من أجل حل سلمي، يضغطون على هذا الاقتصاد. في هذه الحالة ستكون اتفاقية السلام هذه مفيدة لوساطة الدول الأخرى، لكنني أعتقد أن السبب الرئيسي لهذا الصراع في الوقت الحالي هو ما كانوا يقولون بشأن ما يحدث في أوكرانيا، والذي له عواقب سلبية للغاية، ليس فقط لشعب أوكرانيا على الاقتصاد، ولكن أيضا على شعوب العديد من البلدان الأخرى التي تعتمد على روسيا من أجل إمدادهم الغذائي. وذلك لأن الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عذرا الاتحاد الأوروبي، تدفع بشكل أساسي من أجل انتصار المجتمع الأوكراني على روسيا، وهو أمر غير مرجح أن يحدث، ولكن هذا هو توريد الأسلحة لأوكرانيا. ولكن مرة أخرى، نظرا لأن روسيا حتى من خلال تزويدها بمثل هذه الأسلحة من الغرب لا تزال تتمتع بميزة إعلامية كبيرة جدا على أوكرانيا، فلن يكون لذلك تأثير حاسم على نتيجة الحرب. وأعتقد أن المشكلة الرئيسية هي أن الدول الغربية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تتوسط، لقد ظلوا في الأساس مع الحرب، وفاجأوا أوكرانيا ضد روسيا على الرغم من أن هذا الخيار غير مرجح لكي تفوز أوكرانيا على روسيا، لأنه كما ذكرت لا تزال روسيا تتمتع بميزة كبيرة، تسيطر حاليا على عدة مناطق في أوكرانيا وترغب في توسيع سيطرتها على أوكرانيا. نعم. سيد تيرمان، أعود إليك مرة أخرى، وسؤالي لكم حول هل بالفعل أمريكا لديها نوايا لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، أم أنها تستفيد من الموضوع ومن الحالة؟ يعني بالنسبة لموسكو، هناك إعلان لأكثر من مرة من قبل المسؤولين في موسكو عن نيتهم إيجاد حلول لهذه الأزمة، وجرى ذلك يعني شكل من أشكال التنسيق حول هذا الموضوع في القمة الثلاثية التي تمت في العاصمة الإيرانية طهران، وبعدها تم توقيع اتفاقيات بإشراف أممي بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة. ولكن هناك من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكونها هي من تترأس هذا التوجه لفرض الحظر والعقوبات على روسيا ومواجهتها، والعمل والتأكيد في التصريحات الكثيرة التي نسمعها عبر وسائل الإعلام على موضوع ضرورة هزيمة روسيا عسكريا في أوكرانيا، وبالتالي هي من مصلحتها أن تستمر هذه الأزمة. كيف تعلق وتنظر على تنظر إلى هذه الحالة التي أتحدث عنها؟ Well, one must understand that there has been food insecurity for quite some time for many. أنت السؤال عن الشرق الأوسط، هو نعم، الجواب نعم، قد يكون هناك المزيد من التعاون، يجب أن يكون هناك تعاون في مجال المياه، هناك حاجة للتعاون في مجال توسيع الغذاء، وهناك حاجة للتعاون فيما يتعلق بمنتجي الغذاء في العالم الأول. يجب أن يذكر الآن ما إذا كان من الممكن القيام بذلك في الوقت القصير المتاح لدينا هنا، لأنها بالفعل حالة طارئة، فهي مسألة أخرى، وأعتقد أن بعضا من ذلك يشمل تخفيف العقوبات. أعتقد بالتأكيد أن عقوبات إيران غير عادلة، سوريا أيضا وضع يحتاج إلى التحقيق، لكن هذه الحروب والصراعات التي تسبب مشاكل كبيرة في انعدام الأمن، وهذا يشمل اليمن في الجزء الخاص بك من العالم، وبالتأكيد دول أخرى في المنطقة
التي تخضع في الغالب لأنظمة استبدادية غير مسؤولة أمام شعوبها. نعم. أرجو منك أن تتفضل بالبقاء معنا سيد جون تيرمان، وكذلك أطلب من السيد إيفان كاتشانوفسكي أن يبقى معنا أيضا، وننتقل معكم ومع المشاهدين لمشاهدة هذه المادة التي أعدها فريق عمل البرنامج حول الأزمة التي تواجه العالم في هذا المجال، حول موضوع تأمين القمح ومشتقاته والحبوب بالمجمل من أوكرانيا. نتابع ونواصل بعد ذلك هذا الحوار. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية، وموضوع أزمة الحبوب التي يواجهها العالم وتأمين القمح ومشتقاته. أرحب مرة أخرى بضيفينا في البرنامج، السيد إيفان كاتشانوفسكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوتاوا في كندا، والسيد جون تيرمان في ولاية ماساتشوست مدير مركز الدراسات الدولية في جامعة هذه الولاية. سيد إيفان كاتشانوفسكي، أسألكم حول تقرير نشرته صحيفة The Economist، تتحدث فيه عن أن دول الشرق الأوسط سوف ينعكس عليها موضوع عدم تأمين القمح والحبوب وما إلى ذلك بشكل كبير. برأيك ماذا ينبغي على هذه الدول أن تقوم به من أجل مواجهة هذه الأزمة التي يمر بها المجتمع الدولي ككل؟ أعتقد في هذه الحالة أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لعب دور الوسيط في هذه الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا التي تم توقيعها في إسطنبول، وكانت الأمم المتحدة قادرة على المساعدة في تحقيق مثل هذا الاتفاق، وأوكرانيا بالإضافة إلى دول أخرى. كان هناك حزب معين نشطا في التوسط في القواعد بين روسيا وأوكرانيا، ولا سيما الحكومة التركية في مارس بين روسيا وأوكرانيا قبل تفككهما. في هذه الحالة يمكن للمجتمع الصناعي أن يساعد بشكل أساسي في التوصل إلى اتفاق ومحاولة حل هذا النزاع، والذي له تأثير كبير على العديد من البلدان الأخرى بسبب اعتماده على الإمدادات الأوكرانية والروسية وكذلك الصيد وغيرها من المواد الغذائية. في هذه الحالة تمكنت روسيا أيضا من الوصول إلى قائمة الدول الغربية فضلا عن تصدير الأسمدة الحيوية والتي كانت أيضا كبيرة. لهذا السبب وافقت روسيا على مثل هذه الصفقة مع أوكرانيا، ولذلك في هذه الحالة أعتقد أن المنظمات الدولية يمكن أن تساعد في إحلال السلام في أوكرانيا، وهي أفضل مساعدة لحل هذه الخاصية وخلق حالة من انعدام الأمن ووضع الحكومات في روسيا، وهما دولتان رئيسيتان للتصدير الزراعي. نعم. أعود إليكم مرة أخرى سيد جون تيرمان، وسؤالي لكم عن سير هذه العملية ومن النقاش والتفاوض بين روسيا من جهة وتركيا، وبالتالي حلف الناتو، فتركيا هي عضو في حلف الناتو وكذلك بحضور الأمم المتحدة. هل سوف تصل هذه الأمور إلى النتيجة في وقت قريب برأيك، أو كيف تحلل أنت الحالة الراهنة؟ هل تركيا تتعامل مع الموضوع بأنها دولة جارة لكل من روسيا وأوكرانيا، أم أنها أيضا ملتزمة بأطر حلف شمال الأطلسي في هذه المناقشات وهذه الجلسات التي تجرى وتتم حول إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود؟ كيف تعلق على هذا الأمر سيد جون تيرمان؟ الآن سؤال آخر لديك وأريد الإجابة عليه بسرعة. لذلك نحن نواجه أزمتين،
أزمة الطاقة بسبب الحظر الغذائي وأزمة الأمن الروسي. كيف يمكن أن تؤثر على النظام السياسي الجديد في النظام الدولي؟ حسناً، هذا سؤال كبير، لا أعرف الإجابة على ذلك، لكنني أعتقد أن العقوبات ضد روسيا لها ما يبررها، لأنها غزت بلداً لم يختلف معه حقاً وتسببوا في فوضى وموت ودمار هائل في أوكرانيا. بالطبع مصدر الكثير من انعدام الأمن الغذائي الذي نراه في جميع أنحاء العالم. أزمة الطاقة، النفط، شيء يبدو أنه يمكن حله إلى حد ما على الأقل. الأسعار في الولايات المتحدة تنخفض، وإذا استمرت لشهر آخر فستكون في النطاق السعري الطبيعي، لكن من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث على المدى الطويل. يعتمد الأمر جزئياً على الرئيس فلاديمير بوتين، يعتمد ذلك على الناتو والتحالف الغربي. بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا وجزئياً بسبب دول مثل إيران التي تتفاوض مع الغرب بشأن برنامجها النووي، الاتفاق النووي مرة أخرى، دعنا نؤسس، أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من جاكوبا، وإذا استطعنا الحصول على شيء مثل موارد الطاقة المتجهة إلى دول أوروبا الغربية، الأمر الذي يمكن أن يساعد في حل بعض هذه الأسعار، وسيؤدي بالتأكيد إلى خفض أسعار الغاز وكذلك النفط. نعم، أشكرك السيد جون تيرمان، مدير مركز الدراسات في ولاية ماساتشوست في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أشكر ضيفنا إيفان كاتشانوفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوتاوا. شكرا لكم ضيفين على المشاركة في هذه الحلقة من كل الحكاية. ننتقل معكم الآن مشاهدينا إلى هذه الفقرة مع السيدة شبيب، العالم الافتراضي، كيف تم التعامل مع هذه الأزمة من وجهة نظر الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لنتابع معه. نرحب بكم مشاهدينا في كل الحكاية، وننتقل معكم إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فبوساطة من تركيا تقرر استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية مجدداً، كما زار رئيس أوكرانيا زيلينسكي موانئ البلاد للتأكد من عدم وجود عوائق أمام ذلك. كيف تناولت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الموضوع؟ نتابعه معكم. في هذا الموضوع أفادت شبكة CBC الأمريكية أن الحبوب الموجودة حالياً في السفن في الموانئ الأوكرانية والتي يتم تصديرها هي حبوب كان من المفترض أن يتم تصديرها قبل الحرب، لكن الحرب تسببت في بقائها في الموانئ وهي الآن في طريقها إلى وجهاتها. في غضون ذلك أفادت قناة CNN بأن السلطات الأوكرانية قد أوقفت إحدى السفن التي كان من المفترض أن تصدر الحبوب وتخطط لمصادرتها، لأن هذه السفينة مملوكة لشركة روسية. كما كتبت مجلة إيكونوميست أن حوالي 40 دولة في العالم تعتمد على تصدير أوكرانيا وروسيا لأكثر من 30% من احتياجاتها من الحبوب. وفي حال سارت هذه الأمور على ما يرام في موانئ أوكرانيا، فإن تأثير فتح الطريق أمام العديد من الصادرات سيكون كبيراً، ويمكن أن يقلل من كمية الجوع والمجاعة في العالم. وفي مقال آخر كتبت الإيكونوميست بأنه من الناحية النظرية يجب على أن تكون أوكرانيا قادرة على تصدير 5 ملايين طن من الغذاء كل شهر، لكن لا تزال هناك شكوك وتحديات لوجستية في هذا الصدد أيضاً.
وأفاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الجيش الأوكراني قد استهدفت صوامع الحبوب الأوكرانية في المناطق الشرقية من هذا البلد، حيث يعتقدون بأن قوات الجيش الأوكراني قامت بتدميرها لاعتقادهم بأن هذه الصوامع ستسلم للقوات الروسية. وقال أحد مستخدمي تويتر في هذا السياق: هل تريد أوكرانيا حل أزمة الجوع في العالم من خلال استهداف الصوامع في منطقة بولوجي؟ أما قناة سي بي أس الأمريكية فقد أفادت باستهداف أحد موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بعد أيام قليلة من الاتفاق على رفع الحصار عن هذه الموانئ، وكتبت: روسيا متهمة باستخدام الجوع كسلاح في الحرب. منظمة حقوق الإنسان التابعة لمجلس اللاجئين النرويجي كتبت في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تم قطع إمدادات مخزون الحبوب وارتفعت الأسعار بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة الجفاف ونقص الغذاء غير المسبوقة في القرن الأفريقي. أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة يواجهون الآن جوعاً كارثياً، يجب على العالم التحرك فوراً. إذن مشاهدينا، مع هذه التغريدة نأتي إلى ختام حلقة اليوم. شكراً لكم على حسن المتابعة، نلتقي معكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج كل الحكاية. نشكركم على طيب المتابعة وندعوكم للبقاء ومتابعة هذا البرنامج معنا في الأسبوع المقبل. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل وموضوع آخر نتناوله في برنامج كل الحكاية على قناة الأيام. إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله وحفظه، ومع السلامة.